السلام عليكم إخوان، مرحبا بكم في قناة هواة عشاق تربية الطيور. أولا كنعتذر من إخوان على هذا الغياب الطويل، شحال هادي مدة شي فيديو بحال هكا كنهضر فيه وكنوري فيه شي حاجة. وأيضا باغي نشكر جميع المشتركين في القناة اللي حاليا رفعتوا 5200 أبوني، شكرا لكم وعلى التشجيعات ديالكم. اليوم إن شاء الله بغيت نجاوب على واحد السؤال اللي باقي تطرحه العديد من المواليع، هو واش يمكن لنا نقوم بتغيير العش والفراخ كما كتشوفوا باقا صغيرة، يعني كاين بزاف الناس باغين يعرفوا واش يمكن لنا نبدلو الفريخات ديالنا، نبدلو الفريخات العش او لا. بالنسبة لي الاخوان، انا كنبدل العش دائما، كنبدلو ابتداء من اليوم ما بين 8 ايام 10 ايام كنبدا، يعني العش تيبدا يتوسخ، الفريخات تيبداو يكبروا، زائد الاكل تيبداو يتبرزوا لداخل في داخل العش. وهذا المشكل ديال الاوساخ اللي كتكون هنا يمكن لينا تسبب لينا في مشكل ديال الفاش اولا في مشاكل مرضيه بالنسبه لقله النظافه. علاش؟ كاين مجموعه ديال المواليع تفضلوا انهم يقوموا بتغيير العش، وانا من هاد الناس هادو. اذا الطريقه الاخوان، اما يمكن لكم تستعملوا عش جديد كما كتشوفوا، انا غندير عش اخر وغنحيد هذا غنغسلو، او لا يمكن لكم تستعملوا نفس العش. ما عليكم انكم تحيدوا يعني الفريخات الصغار، تحطوهم شي بلاصه وتحيدوا هاد العش هذا، تغسلوه مزيان تنقيوه مزيان وتعاودوا ديروا ليه يعني لو فون دوني، القاع ديال القفز ديال العش عفوا، وتكون شي حاجه يعني بالنسبه لهاد الخيوط هادو اللي تيصايبو بهم العش، ونديروها شي حاجه قليله وما نردوش هاد الخيوط هادو اللي كاين هنا، لان غيكون فيهم حاجه كون بوراز وغادي يكون فيهم يجمع فيهم الفاش ولا شي حاجه. اذا العمليه كما كتشوفوا، انا غادي هنا غادي ناخذ واحد فون دوني كما كتشوفوا هو هذا، وغناخد شوية ديال الخيوط عندنا، يعني ما محتاجينش بزاف لأن الفراخ كما كتشوفوا بدا تنوض فيهم الريش، بداو تيكبروا. مبغيناش حنا نضيقو لهم هاد العش هذا ونعاودو نصيبو عش من جديد، كنديروها شوية صافي باش تشدو شوية السخونية وتكونوا مرتاحين داخل العش. كما كتشوفوا الإخوان، ناخد عش جديد غادي نركب فيه القاع ديالو، القاع ديال القفز ديال العش عفوا كما كتشوفوا هكا. يعني كاين بزاف ديال الاخوان اللي تيقول لك هاد القاع ديال القفز هذا كاين شي طيور اللي تينتفوه تيخرجوا منه خيوط. انا الصراحه من نهار بديت كنستعمل هاد النوع هذا، نستعمل هاد القاع ديال القفز، عمر شي طائر ولا شي انثى ولا شي ذكر من نتفو ولا خسرو ولا وقع فيه شي مشكل، دائما تيبقى هو هو. غادي ندير فيه شويه كما شتو، واحد شويه ديال الخيوط نديرهم هنا، اما كما كتشوفوا عادي، ما غاديش ندير شي حاجه باش نصيب شي عش بحال اللي غيصيبو الطيور، كندير شي خيوط بحال هكا. ودابا غنبدا نقول يعني الطويرات لهاد البلاصه هادي العش جديد. بسم الله، هادو الطويرات كما كتشوفوا، اللهم بارك، او بدا يربي الريش ديالو، مبقاش ليه بزاف، واحد 4 ايام 5 ايام يبان لك هو بدا تيخرج راسو وبدا يوقف في العش. وهذا الاخ ديالو، هانتوما الاخوان كما كتشوفوا العش جديد نقي، مصايبو صايبتو من راسي دابا، وغادي نعلقو في القفص. والعش الاخر بالنسبه للاخوان، هادشي هذا يتلاح ديريكت في شي ميكا صغيره ويتربط
ويتحيد، لان لا لقيتي الفاش ولا شي حاجه. الا كان عندك الفاش دائما حاولوا تقلبوا ما بين داك الخيوط والقاع ديال العش، شوفوا واش كاين الفاش ولا لا، ولا ما بين القاع العش ديال العش او عفوا ما بين القاع ديال العش وهاد البلاستيك هادي، يمكن لكم ديروا واحد القاعد ابيض وعاد ديروا فوق منه قاع ديال العش، وما عليكم يعني غير كتجروا كتفرقوا بحال هكا وكتطلعوا كتشوفوا لداخل واش كاينه شي حاجه ولا لا. انا هذا تلوحو ديريكت، ودابا غادي نلصق هاد العش هذا ونوريكم يعني القفص. السلام عليكم الاخوان، كما كتشوفوا انا رديت العش البلاصه ديالو، العش الاخر لاني درتو يتغسل كما كتشوفوا ها هو في الخات. العش نقي مزيان ان شاء الله ما بقى لهم والو، كما قلت لكم غادي يخرج يبداو يخرجوا من العش، وديك الساعه نديروا واحد الفيديو كيفاش تعاملوا مع الطيور، يعني باش نساعدهم من انهم يدخلوا يعني المرحله ديال الفيطام بسرعه. هذا الكوبل ديال المالينوا، إذا الإخوان غادي نخليكم مع الصورة هذه، ونقول لكم إن شاء الله نتلاقاو في موعد آخر فيديو آخر كما قلنا طريقة الفيطام. نتمنى يعجبكم الفيديو، ولا يعجبكم لما لا تقدروا تشاركوه مع الأصدقاء ديالكم مع الإخوان ديالكم باش نشروا هذه المعلومة هذه. ومرة أخرى كنقول لكم شكرا لكاع لي زابوني اللي كاينين، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على الدعم ديال القناة والمشاهدات، وأيضا شكرا كنشكر جميع الأعضاء اللي كاينين معنا في المجموعة الواتساب، مجموعة هواة وعشاق تربية الطيور، اللي تبارك الله عليهم راه قايمين بالواجب ديالهم داخل المجموعة. وهنا كنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.